السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. نكمل دروس مادة الرياضيات للصف الأول متوسط، وصلنا إلى المضلعات التكراري. إحنا أخذنا في الدروس السابقة جمع البيانات وتنظيمها في الجدول التكراري، فهنا عندنا نفس الطريقة، هي بيانات بس راح أسويها بمضلعات. المضلعات يعني هو جمع مضلع، جمع مضلع أو جمع أضلاع أو قطع مستقيمة. فهنا ينطيني بيانات، عندنا الفئة والتكرار. الفئة هي مثلا من 6 إلى 10 كم مرة متكررة؟ 5 مرات. من 11 إلى 15 متكررة؟ 11 مرة. من 16 إلى 20 متكررة؟ 8 مرات. من 21 إلى 25 متكررة؟ 6 مرات. هذا الجدول التكراري مر علينا ونعرفه زين. في هذا الدرس شنو راح نسوي في هذا الجدول؟ منطيني هذه البيانات راح هنا أمثلها بشكل مضلع، بشكل مضلعات بالمحور السيني والمحور الصادي. هنا عندنا هذه مجموعة ملاحظات كتبتها لكم. التكرار اللي هو هذا الموجود بالجدول، التكرار شي يمثل هذا الحقل؟ يمثل المحور الصادي اللي هو محور Y، ومركز الفئة يمثل المحور السيني اللي هو محور X. زين، هنا عندنا هذا التكرار يمثل محور Y، والإكس يمثل مركز الفئة. زين، شلون نطلع مركز الفئة؟ هنا عندي بس فئة، نطلع مركز الفئة نجمع الفئات ونقسم على 2، يعني نجمع هذه الفئة، الفئة الأولى والفئة الثانية، ونقسمها على 2، راح يطلع لنا مركز الفئة اللي هو يمثل محور إكس. صار واضح؟ هسه بطريقة الحل راح تتوضح أكثر. ينطيني جدول الفئة والتكرار، شلون هنا طريقة الحل مالتها؟ طريقة الحل كذلك راح أمثلها بجدول. شنو عندنا هذا الجدول؟ التكرار والفئة هاي الحقلين اثنيناتهم أنزلهم بالجدول بشكل عمودي، يعني إذا ينطيني هنا بشكل أفقي أنا راح أسويها بشكل عمودي. أول شيء هنا أول حقل راح أقول التكرار، التكرار هو نفس هذا الحقل، وثاني حقل هو الفئة، وثالث حقل هو مركز الفئة، وآخر حقل اللي هو النقاط. صار واضح؟ راح أسوي الجدول بهذه الحقول. هسه راح أقسمها ونكمل الحل. إذن هنا عندنا هذا التكرار اللي هو أول شيء 5، هنا عندنا 11 و8 و6. زين، هنا عندنا الفئة هي نفسها هذه الفئة، هنا من 6 إلى 10، وهنا عندنا من 11 إلى 15، والفئة الثالثة هي من 16 إلى 20، والفئة الرابعة هي من 21 إلى 25. هذا نفسه هذا الجدول اللي منطيني اياه بالسؤال، هنا اخليه بشكل عمودي. هسه نجي الى مركز الفئة. مركز الفئة هنا نرجع لهاي الملاحظة، لإيجاد مركز الفئة نجمع الفئات ونقسم على 2، يعني اجمع الفئة الاولى والفئة الثانية وقسمها على 2. زين، من اجمع 6 زائد 10 ايش قد راح يصير؟ راح يصير 16. إذن هنا أنا أقول 16 أقسمها على 2، إيش راح يساوينا؟ راح يساوينا 8. إذن هنا عندنا مركز الفئة إيش قد صارت؟ صارت 8. صار واضح؟ هنا عندنا 11 زائد 15 راح يصير هنا 26. زين، 26 أقسمها على 2، هنا أنا أقول 26 أقسمها على 2 يساوي هنا أقول بيها 13. إذن هنا عندنا مركز الفئة صارت 13. زين، هسه أجمع 16 زائد 20 هو 36. فهنا أقول 36 أقسمه على 2 يساوي هنا راح يصير الناتج هو 18. زين، هنا عندنا 21 زائد 25 راح يطلع هنا 46. 46 هنا أقول 46 أقسمها على 2
ويساوي راح يطلع هنا 23. الناتج هو 23. هسه هنا عندنا هاي 8 و13 و18 و23، هذا مركز الفئة، مركز الفئة. زين، النقاط هنا شنو تمثل؟ النقاط احنا عرفنا الزوج المرتب، الزوج المرتب اللي يتكون من اكس وواي، صار واضح؟ هنا مثل ما ذكرت التكرار هو يمثل المحور الصادي اللي هو محور واي، يعني هذا التكرار يمثل محور واي. هنا اسويها بهاي الطريقة حتى تكون اسهل. زين، هنا المحور الصادي هو يمثل التكرار، يعني هو هنا نقول 5 وهنا عندنا 11 وهنا عندنا 8 وهنا عندنا 6. ليش؟ لان احنا الزوج المرتب نعرفها، هذا هنا يمثل الاكس وهذا يمثل الواي، هذا الزوج المرتب المستوى الاحداثي تعلمناه. هنا عندنا هذا اول شيء هو يمثل اكس، والثاني هو يمثل الواي. زين، الواي هو التكرار، اذا اجيب هذا الحقل اللي موجود بالتكرار اخليه هنا بالواي. زين، وبالنسبه للمحور السيني منو مركز الفئه؟ مركز الفئة هو اللي يمثل المحور السيني محور اكس. منو مركز الفئة؟ هذا نفسه مركز الفئة، هذا هو مركز الفئة. اذا هنا راح اقول 8 وهنا عندنا 13 وهنا عندنا 18 وهنا عندنا 23. 23، صار واضح؟ هسه اكتمل الجدول عندي، اكتمل الجدول. هنا حددت النقاط اللي هو اكس وواي، هنا عندنا 8 و5 وهنا عندنا 13 و11 وهنا عندنا 18 و8 وهنا عندنا 23 و6. هسه بعد ما حددت هذه النقاط راح ارسم المحورين اللي هو اكس وواي. هسه هنا شنو اسوي؟ راح ارسم محورين اللي هو اكس وواي. طبعا الاكس وواي احنا عرفناه بالمستوى الاحداثي، فهنا عندنا هاي المحورين الموجب اللي هو الاكس والواي. زين، هسه راح امثل هذه النقاط بهذا المستوى الاحداثي. هنا مثل ما تلاحظون هنا عندنا الواي، الواي شنو اعدادها؟ اعدادها 5 11 8 6، يعني هنا الاعداد هي متفاوته، فانا هنا ما اقدر اكتب 1 2 3 تسلسل مال الواي، ما اقدر اقول 1 2 3، لا راح يصير هنا اعداد كبيره. فهنا راح اقسمها 5 5، بما انه اصغر واحد هو 5 واكبر واحد 11، فهنا راح اقسمها 5 5. هنا اقول هاي 5 و10 و15، هنا قسمتها شنو؟ قسمتها 5 5. زين، بالنسبة للأكس، الأكس هنا نشوف الأعداد 8 13 18 23، كذلك هنا الأرقام هي متفاوتة، فهنا أصغر واحد هو 8 وأكبر واحد هو 23، فهنا كذلك راح أقسمها 5 5، يعني التقسيم كذلك راح يكون 5 5. هنا 5 10 15 20 25 30. هنا ليش 30؟ لأن عندي أصغر شيء هو 23، فإن أنا لحد 30 أتوقف بالتقسيم، صار واضح؟ إذا أكو أعداد هواي، يعني العفو، إذا أعداد أكبر فأقسم 10 10، أو أقسم مثلاً 20 20، إذا أعداد قليلة مثلاً أقسم على 2 2، يعني 2 4 6 8، حسب هنا النقاط اللي منطين إياها. هسه هنا قسمت هذا المحورين اللي هو اكس وواي، هسه راح اجي احدد هذه النقاط. هنا عندنا الزوج المرتب الاول اللي هو 8 و5، 8 طبعا هو يمثل اكس وال5 هو يمثل واي. فهنا عندنا 8، هنا اول شيء هنا ايش قال عندنا؟ 5. زين، وين 8؟ ال8 يعني بين ال5 وبين ال10، اذا هنا تقريبا راح تكون هي ال8، والمحور الواي هو 5، فاذا تقريبا هذه النقطه، هذه النقطه هي اللي تمثل، اللي تمثل النقطه الاولى اللي هي 8 و5. زين، النقطه الثانيه 13 و11، 13 هنا عندنا هذه العشرة، هاي تقريبا 13 و11، فهنا من 13 هذه إلى 11، هنا عندنا 10 أصعد عن 10، إذن هنا تقريبا 13،
هذه تقريبا 13. زين، هنا عندنا من 18 وهنا عندنا 8. 18 هاي عندنا 15، هاي تقريبا هنا عندنا 18 و 8. زين، هنا 8 اصعد تقريبا، هذه هي هنا 8 وهنا عندنا 18. زين، النقطة الأخيرة 23 و 6. 23 هنا عندنا 25 قبل 25، هي هاي 23، 23 هنا و 6، إذن راح تكون تقريبا في هذا النقطة. صار واضح؟ هسه شنو أوصل؟ هسه أوصل بين هذه النقاط بشكل مضلعات، يعني هنا أنا أرسم قطعة مستقيمة وهنا قطعة مستقيمة وهنا قطعة مستقيمة على شكل مضلعات، اللي هو يسمى المضلع التكراري. هنا أنا رسمت هذا المضلع التكراري، هنا أنا هذه المضلعات وصلت بين هذه النقاط. أما هنا البداية شلون راح تكون؟ هنا أنا أوصل خط وهمي على المحور السيني، أوصل خط وهمي على المحور السيني، يعني هذا هنا أسوي الامتداد مالته على المحور السيني، كذلك هنا هذا الامتداد أسوي على المحور السيني. صار واضح؟ هنا راح يكون بهذا الشكل. هذا بالنسبة لي المضلعات، شلون أرسمها على المحور السيني والمحور الصادي. هنا من أحدد هذه النقاط راح أمثل هذه النقاط هنا بالمحاور، وبعدين أوصل بيناتهم. أما النهاية مالتهم راح أوصل خط وهمي هنا على المحور السيني. صار واضح؟ هذا بالنسبة لحل المثال الأول في فقرة تعلم. هنا هي الفئة اللي منطيني إياها في فقرة تعلم هي فئة أرباح، فهنا عندنا هذا المخطط اللي صار هو مخطط الأرباح. هنا شنو تلاحظون في هذا المخطط مال الأرباح؟ هنا أول 13 يوم هنا تزداد هذه الأرباح، تزداد أول 13 يوم، بعدين هنا تبدأ بالتناقص، تبدأ بالتناقص بعد 15 يوم. فهنا إذا يريد من عندنا تفسير المضلع، يعني تفسير هذا المضلع نفسره شنو صار هنا، نقول نلاحظ أن الأرباح، طبعا هو هذا المضلع يمثل الأرباح، نلاحظ أن الأرباح تزداد إلى أن تصل إلى 15 أيام الأولى ثم تبدأ بالتناقص. يعني شنو؟ يعني هي أول 13 يوم ازدادت الأرباح، ازدادت الأرباح، فمن توصل ل 15 يوم خلص أن الأرباح بدأت تتناقص، الأرباح بدأت تتناقص. صار واضح؟ هنا بعد ما وضحنا هذا المثال راح نبدي بحل تمارين تأكد من فهمه في صفحة 76. النقطة الأولى، مثل البيانات في الجدول التكرار الآتي بمضلع تكراري، ثم صف التغييرات التي تحدث لهذه البيانات. هنا مطيني هذه الجدول، هذه البيانات اللي هي الفئة والتكرار. هنا عندنا الفئة هي من 5 إلى 9، التكرار هو 6، ومن 10 إلى 14 التكرار هو 8، ومن 15 إلى 19 التكرار هو 11، ومن 20 إلى 24 التكرار هو 7. فهنا طريقة الحل كذلك راح أنظم جدول، هذه النقطة الأولى. طريقة الحل أنظم الجدول، الفئة والتكرار هي نفسها، هنا راح أخليها بالجدول، يعني هنا أقول التكرار، التكرار، وهنا عندنا الفئة، وهنا أضيف مركز الفئة، مركز الفئة، وهنا عندنا النقاط، هذه حقول الجدول. التكرار هو نفسه هذا اللي منطيني اياه بالسؤال، نفس هذا الحقل اللي ينطيني اياه بالسؤال انزله في هذا التكرار، يعني هنا عندنا 6 و8 و11 وهنا عندنا 7 و7. زين، ومركز العفو والفئه هي نفسها هذه الفئه، هذا حقل الفئه، عندنا اول شيء من 5 الى 9، وهنا عندنا من 10 إلى 14، وهنا عندنا من 15 إلى 19، وآخر شيء هنا عندنا من 20 إلى 24.
يعني نفس هذه الحقول اللي منطنيها بالسؤال أنزلها في هذا الجدول بشكل عمودي. هسه نجي إلى مركز الفئة. ذكرت إنه شلون نطلع مركز الفئة؟ أجمع الفئة الأولى والفئة الثانية وأقسمها على اثنين. هنا يا أما أسويها بشكل كسر أو أقسمها بشكل أفقي مثل ما سويت بالمثال. هنا من أجمع 5 زائد 9 هو 14، فهذه الـ 14 أقسمها على 2. هنا راح أسويها بشكل كسر، يعني هنا نقول 14 من أقسمها على 2 شراح هنا نكون الناتج، الناتج هو 7. إذن هنا عندنا مركز الفئة إيش قد طلع عندنا؟ طلع عندنا 7. زين، هسا نجي للفئة الثانية. أجمع الفئة الأولى والفئة الثانية، هنا نقول 10 زائد 14 هو 24، فهذه الـ 24 أقسمها على 2. إذن هنا أقول 24 تقسيم 2 ويساوي 12. إذن هنا عندنا مركز الفئة طلع لنا 12. هسه نجي إلى الثالثة. هسه هنا نقول 15 زائد 19 هو 34. 34 كذلك أقسمها على 2 راح يطلع الناتج هو 17. زين، هسه نقول هنا 20 زائد 24 الناتج هو 44. إذا أقول 44 أقسمها على 2 والناتج هو 22. إذا طلع لي هنا مركز الفئة 7 و12 و17 و22. هسه راح أحدد النقاط. هذه النقاط مثل ما ذكرت هو الزوج المرتب اللي يتكون من X و Y، اللي يتكون من X و Y. بالنسبة لل Y هو المحور التكراري نفسه، يعني هنا عندنا 6، هنا عندنا 6، وهنا عندنا شقد 8، وهنا عندنا 11، وهنا كذلك عندنا 7. يعني هذا التكرار هو نفسه اللي يمثل محور Y. أما الإكس، الإكس هو مركز الفئة، مركز الفئة. يعني هنا عندنا 7، وهنا عندنا 12، وهنا عندنا 17، وهنا عندنا 22. صار واضح؟ هسه شنو اكتملت عندي هذه النقاط؟ اكتملت عندي هذه النقاط. هنا الاكس هي 7 والواي هي 6، والاكس هنا عندنا 12 والواي هي 8، وهنا عندنا الاكس 17 والواي هي 11، وهنا عندنا الاكس هو 22 والواي هي 7. بعد ما حددت هذه النقاط هسه راح ارسم المحورين اللي هو اكس وواي. زين، هسه راح ابدي ارسم المحاور اللي هو اكس وواي. هنا اشوف الواي الاعداد مالتها، هنا عندنا 6 8 11 و7. اذا شلون راح يكون التقسيم؟ 2 2 5 5. بما انه هنا الاعداد هي صغيره فاقدر اقسم 2 2، يعني هنا اقول 2 و4 و6 و8 و10. هنا العشرة بما انه 11 فهنا اقدر اضيف 12. زين، هسه نجي الى الاكس. الاكس هنا عندنا اصغر عدد هو 7 واكبر عدد هو 22، فاقدر اقسم هنا 5 5، يعني هنا نقول 5 و10 و15 و20 و25 الى 25، لان هنا عندنا اصغر عدد هو 22. زين، هسه اجي احدد هذه النقاط. زين، هنا عندنا اول شيء 7 و6، يعني 7 اكس و6 واي. 7 اكس عندنا هذا الاكس وهذا الواي. زين، هنا عندنا بالاكس 7، هنا عندنا 5، فالسبعة راح تكون بهذا المكان، وال6 فهنا عندنا هذه ال7 وهذه ال6. اذا هذه هي النقطة 7 و6. زين، 12 و8، هنا عندنا 10 11 12 تقريبا، هذه 12 وال8 فراح تكون هنا تقريبا هذه النقطة. زين، هسه هنا عندنا 17 و11، عندنا هذه 15، 17 تقريبا هذه النقطة و11، اذا راح تكون 11 يعني قبل ال12، قبل ال 12. زين، هنا عندنا 22 و7، هاي 20، هنا عندنا 22 و7، 7 يعني فوق ال 6. هذه هنا هسه من حددت هذه النقاط
هسه راح اوصل بيناتهم، يعني هنا أنا طبعا اوصل بالمصدرة هذه وهنا وهذه. اما النقطة البداية، هذه نقطة البداية، هنا ارسم خط وهمي على محور اكس اللي هو المحور السيني. طبعا هنا من نقطة البداية هنا اقدر ارسم هذا الخط، كذلك هنا اسوي خط وهمي على المحور اللي هو محور اكس، يعني البداية تكون من الصفر والنهاية هي تكون على المحور اكس من نهاية المحور. صار واضح؟ هذا بالنسبة لحل النقطة الاولى. هنا عندنا صحة يبين الجدول التالي لأوزان 20 طفلا بالكيلوغرام. هذه هنا عندنا فئة الأوزان وهذا هو التكرار. إذا هنا راح نمثل هذه البيانات بمضلع تكراري. شلون هنا راح نسوي الجدول؟ الجدول أول شيء هنا راح نذكر التكرار، هنا نقول التكرار، وهنا عندنا الفئة، وهنا عندنا مركز الفئة، وآخر حقل هو النقاط. طبعا هذه الحقول الجدول هذه نحفظها. التكرار هو نفسه، هذا التكرار الموجود بالجدول نفسه هنا أضيفه. هنا عندنا 4 و6 و8 وهنا عندنا 4 آخر شيء. زين، عندنا فئة الأوزان هنا من 15 إلى 21، وهنا عندنا من 22 إلى 28، هنا طبعا للستة، وهنا عندنا 8 من 29 إلى 35، وهنا عندنا 4 من 36 إلى 43. هذا بالنسبة للفئة. زين، مركز الفئة هنا عندنا نجمع هذه الفئة الأولى والفئة الثانية ونقسمهم على 2. زين، هنا راح أسوي كسر اللي هو القسمة. هنا نقول 1 و5 هو 6 و2 و1 هو 3، يعني 15 زائد 21 هو 36، أقسمهم على 2 ويساوي 36 أقسمهم على 2 يساوي 18. صار واضح؟ إذن مركز الفئة هو 18. هسه أجمع هذه الأعداد، هنا نقول 8 و2 هو 10 0 و1، هنا 1 و2 3 3 و2 5، إذا راح يصير 50 على 2، من نقسم 50 على 2 يساوي لنا 25. إذا مركز الفئة هو 25. هنا كذلك راح أجمع 5 و9 14 4 و1، هنا عندنا 1 و3 4 و2 6، راح يصير 64 أقسمهم على 2 يساوي هنا 32. زين، هنا أجمع 3 و6 هو 9، 4 و3 هو 7، أقسمهم على 2 ويساوي 79 أقسمهم على 2. هنا راح أقسم على صفحة، هنا أقسم 79 أقسمهم على 2، 7 كم بها 2 بها 3، 3 في 2 هو 6، أطرح راح يبقى 1، أنزل 9 صارت 19، 2 كم بها 2 بها 9، 9 في 2 هو 18. إذا من أطرح راح يبقى 1، شو أسوي هنا؟ أضيف 0 وأصعد فاصلة. زين، هنا صارت 10 قسمها على 2 بها 5، 5 في 2 هو 10، وأطرح 0 0، إذا إيش قد الناتج هنا؟ 39.5. إذا هنا 39.5 هو المركز الفئة. زين، هسه هنا راح أحدد النقاط، هنا راح أحدد النقاط بما إنه طلعت هنا مركز الفئة. إذا هنا عندنا مركز الفئة هو يمثل الاكس والواي هو يمثل التكرار. إذا راح يصير هنا 18 وهنا عندنا 4 وهنا عندنا 25 والواي هو 6 وهنا عندنا 32 والواي هو 8 وهنا عندنا 39.5 والواي هو شقد؟ الواي هو 4. هنا حددت النقاط اللي هو الاكس والواي. هسه راح ابدي ارسم هذه المضلعات على المحورين الاكس واي.
هنا أنا هسه من أجي أرسم المحور إكس واي، هنا أنا أشوف الواي، إيش قد الأعداد؟ هنا عندي 4 6 8 4، إذا أعداد صغيرة، يعني راح أزود 2 2، هنا أنا أقول 2، هنا أنا 4، وهنا أنا 6، وهنا أنا عندنا 8، لأن أكثر شيء 8. أما بالإكس هنا عندنا 18 25 32، هنا عندنا 39، هنا أنا راح أزود 5 5، لكن راح أبدي بالعشرة، راح أبدي بالعشرة، هنا نقول 10 10، 15 15، هنا أقول 20، وهنا أنا 25، وهنا أنا عندنا 30، وهنا أقول 35، وهنا أنا عندنا 40. هنا أكبر عدد هو 39، إذن هنا راح أسوي 40. هذا هنا عندنا الإكس، وهذا عندنا محور الواي. زين، هسه أبدي أحدد هذه النقاط. هنا عندنا 18 بالإكس و4 بالواي، 18 إكس، هذا هنا عندنا الإكس، ال 18 هذا هنا عندنا 18 و4، إذن هنا عندنا هذه النقطة، هذه النقطة هي 18 و4. زين، 25 و6، هاي هنا عندنا 25 و6، هاي 25 و6، هذه هنا عندنا هاي 6 وهاي 25. زين، هنا نقول 32 و8، 32 هاي عندنا 30، هاي 32 و8، هنا هاي 32 و8. زين، 39 ونص و4، هاي هنا عندنا 35، هنا عندنا 39 ونص، يعني قريب للأربعين، وأربعة، إذن هنا أنا راح تكون هذه النقطة. هسه شنو أسوي؟ راح أوصل بين هذه النقاط وراح أرسم المضلعات. عندنا هنا طبعا نرسم هنا بالمسطرة حتى تكون عدلة، وهنا نوصل هذه، وصلت هنا بالنقاط، وصلت هذه المضلعات. أما البداية مالتها، هنا راح أسوي هنا خط وهمي على المحور اللي هو الأكس من البداية، يعني من الصفر. إذن هنا من الصفر أسوي هذه، وهنا كذلك هنا أسوي خط وهمي بالنهاية على محور أكس. صار واضح؟ هذا بالنسبة لي الرسم المضلعات، هذا بالنسبة إلى رسم المضلعات. زين، هنا شنو يقول؟ يقول صف التغييرات التي تحدث لهذه البيانات. يعني هنا شنو اللي صار؟ شنو نقول؟ نقول البيانات تتزايد حتى تصل إلى فئة 32. هنا نشوف البيانات شو وقت ازدادت من وصلت ل 32، تتزايد حتى تصل إلى فئة 32، ثم تبدأ بالتناقص، ثم تبدأ بالتناقص. صار واضح؟ هذا ملخص درسنا لهذا اليوم. بتوفيق إن شاء الله، مع السلامة.